أهلا بحضراتكم في مقالنا النهاردة. دي أو ده صورة أو فيلم اتصور للقاهرة سنة 1913 وبيصور جمال القاهرة كما يصف واحد صديقي قطري. عايزك تاخد بالك بس من الحناطير اللي على يمين الترامواي ده في وسط البلد في القاهرة، وشايف انت كم الحناطير رغم ان في عجل وفي عربية هتعدي بعد شوية، لكن بص الحناطير قد ايه. في عجل في عربيات، بس القاهرة كانت جميلة قد ايه. بص جمال، بص الحناطير قد ايه على اليمين، حاجة رهيبة جدا. ورغم ان الفيلم اتصور سنة 1913 لكن القاهرة كانت زي ما بيقول صديقي كانت عاصمة جميلة جدا. انا لفت نظري بس كم الحناطير اللي موجودة في الشوارع. في الوقت ده كانت الاعتماد الاساسي على في المواصلات على الحمير وعلى البغال في نقل البضايع، وايضا على الحناطير في نقل الناس اللي هو زي التاكسيات كده او زي اوبر دلوقتي. يعني الحناطير في الوقت ده كانت زي اوبر كده. بصرف النظر عن الفيلم بيوري قد ايه القاهره كانت باريس الشرقي يعني، وكانت جميله قوي سنه 1913 يعني من حوالي 110 سنه تقريبا يعني، او يعني اكتر يعني ما اعرفش اكتر او اقل. لكن لفت نظري في الفيلم غير جمال القاهره اللي انا حافظه واللي انا عارفه واللي انا متاكد منه واللي انا قاري عنه، انما لفت نظري كم الحناطير. الحقيقة الحناطير كتيرة، فده معناه انه في حجم تجارة حوالين الحناطير دي، يعني حجم التجارة قوية جدا. يعني مثلا هنلاقي اللي بيعملوا عجل الحناطير، اللي بيعملوا الجسم الحنطور نفسه، تجارة البغال والحصنة اللي كانت شغالة في الوقت ده. يعني كان في تجارة مزدهرة جدا لدرجة ان كان في حي في السيدة زينب اسمه حي البغالة. فعلى الحمير كانت بتتنقل الخضروات والمنتجات اللي هتتباع في الأسواق، على البغال كانت بتتنقل البضائع من بلد لبلد وعلى الجمال. حركة الناس في الشارع كان لسه بيستخدموا شوية الحمير، والعربيات الكارو كانت برضو بتنقل اللي بيسموها سوارس، والحناطير تنقل الناس الألاجة كده، الناس الهاي الطبقة العالية الأغنية. الجزارين كان عندهم حمير. يعني كان في حجم تجارة شغال حوالين الحناطير والحاجات دي، حجم رهيب جدا. لكن فجأة كترت العربيات وازدحمت العربيات جدا، وفي في بداية السبعينات تقريبا ماتت تجارة الحناطير، او الحجم الصناعات اللي كان شغال على الحناطير والحاجات دي تقريبا في بداية السبعينات بدأ يموت واحدة واحدة، الى ان انتهى تماما بظهور عربية اسمها سوزوكي الصغيرة دي اللي هي بتنقل بتمشي بين الحارات والحاجات دي. وطبعا ظهرت التكاتك مكان الحمير. التحول الصناعي والتجاري ده اللي حصل بحكم الزمن يعني بيفكرني بخبر النهاردة قريته عن انه خلاص إدارة المترو هتدخل تقنية جديدة اسمها تقنية المترو اللي شغال من غير سواق ولا كمساري. وبالتالي في قطاع كبير من سواقين المترو والكمسارية هيتم الاستغناء عنهم في إدارة المترو، لأنه خلاص هيشغلوا بقى. الخبر النهاردة بيقول كده يعني، بيقول إنه هيشغلوا القطارات الذكية اللي الحقيقة هتبقى بديلة عن هو بيقول دخل الخط الثالث. الخبر في بوابة فيتو أو في فيتو، دخل الخط الثالث لمترو الأنفاق مرحلة جديدة من أعمال التطوير لمواكبة أحدث تقنيات التشغيل العامة للقطارات وبيع تذاكر من خلال تقنيات الماكينات الذكية والإلكترونية الخاصة بإصدار التذاكر كبديل للصرافين بالخط الثالث. ومصادر قالت إنه ده هيحل مشاكل كتيرة جدا، وبيقولوا إنه في كم كبير من السواقين هيقعد في البيت، وكم كبير من الصرافين اللي بيبيعوا تذاكر في شباك المترو هيقعد في البيت. الخبر ده بتاع النهاردة فكرني بالفيلم اللي وريته لحضراتكم أو اللي شفنا جزء منه، أو اللي هو فيلم صغير عن الحناطير. الزمن يا حضرات بيتقلب بسرعة، والتقنية بتقلب بسرعة. أنا ما قلتش إن أنا مع أو ضد إن المترو يشتغل عربيات ذكية أو قيادة ذكية ويشتغلوا عن الصرافين ويشتغلوا عن السواقين، لكن أنا بس افتكرت إن أنت إنسان لو ما طورتش نفسك بشكل أو بآخر هيعدي عليك وقت هتبقى موضة قديمة، وهتبقى زي الحنطور دلوقتي. الحنطور دلوقتي يعني خلاص انتهت حجمه. انت لو شفت كم صناع البرادع مثلا، البرادعية اللي كانوا بيعملوا البرادع للحمار، البردعة دي حاجة كده تحط على الحمار عشان يتقعد عليه يعني عشان يتركب على الحمار، كم حجم البرادعية والسروجية واللي بيعملوا بقى جسم الحنطور
وكل بص حاجه صناعه كانت فظيعه قايمه على الحناطير، لكن كل هذه الصناعه انتهت تماما. حتى ان الحناطير دي كانت بتحتاج لوكالات، الارض كانت بتزرع برسيم للبهايم دي اللي هي الحصنه والحاجات اللي بتجر، كان في وكالات زي فنادق كده يحطوا فيها البهايم والحمير وبتاع، عشان صاحب الحمار راح مشوار وجاي زي ما انت بتركب التاكسي في اوتو بارك كده. فحجم الصناعه دي كلها انتهى بزوال او بمرور الزمن وبتقدم الصناعات. نفس القصه في مترو الانفاق، حجم الناس اللي هتمشي كبير جدا، واحده واحده هتلاقي المترو ده شغال لوحده من غير صرافين من غير سواقين، وبالتالي اللي بيتعلم سواقه المترو دلوقتي خلاص راحت عليه، بقى عامل زي عرباجي الحنطول القديم، مع يعني مع الاحترام للعرباجي ومع الاحترام للصندوق للسواق المترو. ده اللي انا بس عايز اقوله، ان انت شخصيا لو ما طورتش نفسك هيحصل لك اللي حصل لسواقين المترو واللي اللي قبلهم لاجدادهم من عرباجيه الحناطير. انت كشخص، انت كانسان ست او راجل، لو ما طورتش نفسك، لو ما دورتش على حلول ابديت شويه يعني متقدمه متطوره مع العصر في مهنتك في حياتك، هيحصل لك اللي حصل الاثنين دول بالظبط. الحقيقه ان كل حاجه في الارض بتتقدم الا حاجه واحده بس، الدول الفاشيه. الدول الفاشيه هي هي، يعني نظام عبد الفتاح السيسي هو هو نظام هتلر، هو هو نظام موسوليني، هو هو نظام بنوشيه، هو هو هي نفس الانظمه بنفس الآليات. فكل شيء في العالم بيتطور ما عدا الأنظمة الفاشية التي لا تتطور ولا تفنى ولا تستحدث من عدم. وكأن هذه الأنظمة فيها بذرة كده عامله زي الخميرة بتجيب اللي بعدها وتجيب اللي بعدها، هي أنظمة لا تنتهي، أنظمة الدول الفاشية. لكن عشان تقاوم أنظمة الدول الفاشية، عشان تفضل تبقى عايش في، يعني على الأقل ما يجيش عليك وقت تتركن، على الأقل ده يعني لابد أنك تواكب العصر، تواكب العصر من قراءاتك، من حتى يعني تحديثك لذاتك ومهاراتك، وإلا هتبقى فعلا بأمانة زيك زي سواق أو زي عرباجي الحنطور أو زي السروجي أو زي البردعي اللي كان بيعمل بردعية البردعة يعني، أو زي كل الصناعات اللي اندثرت وكانت قائمة على صناعة الحناطير. أصدقائي يعني الحقيقة العالم كله بيتقدم ونحن لازلنا حتى الآن بنسوق أو بنتعامل زي ما كانوا بيتعاملوا أجدادنا مع الحنطور ومع الجمال ومع البهايم. نحن لم نتقدم خطوة على الإطلاق، بل بالعكس إحنا حتى متأخرش، لأننا لو تأخرنا هنبقى في جمال القاهرة سنة 1913. أشوفكم بكرة.